البرنامج هذا ممنوع لأعمارهم أقل من 12 سنة. يحكيوا على مرأة زوالية مات رجلها خليلها بنية صبية الحالة على قدو تغزل في الصوف وتبيع في سوق المدينة العربي وتدبر هيك الزصور دي عايشة بهم هي وبنيتها. المرحوم رجلها كيف مات خليلها دويرة كبيرة وين تكن فيها راسها هي وبنيتها. نهار جارتها دبرت عليها بدبارة قتلها يمرأة تو دارك تبارك الله فيها برشا بيوت علي ما تخذش انت وبنتك زوز بيوت والباقي تكريه للناس بالليلة وهيك تدبر مصروفك انت وهيك الصبية بنتك. المرأة قالت والله فكرة باهية ما خممتش في انها تسكن وحدة هي وبنتها باش تدخل عليها ناس غرباء عليها خمت فقط في الفلوس. هيا يا سيدي مختصر الكلام مشيت للدلال قلت له جيب لي الكراي ومن حينه سد الليل بدأ يبرح في البيوت للكراي في السوق. يا سيدي بدأ الباب يدق أنا فلان الفلاني من بر فلان الفلاني نحب نكري في بيت بالليلة. من غدوة دق الباب أنا فلان تمار عندي سلعة دقلة نحب نكري بها يا ميت المفيد. الكراي بدأ يدز عليها Yeah.